السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم لي كوب كيك. كيجيو غزالين ومهويين خفافين، وكنخرج منهم ثلاثة ديال الانواع. هادو اللي باللوز ايفيلي، وهادو بحبيبات شوكولات الكوكيز، وهادو اللي مدهونين بالشوكولات او الفيرميسيل في الابيض. كيجيو رائعين في المذاق بالنسبه للوليدات. وصايبت معاهم كابوتشينو اللي كيجي مميز بهذا الرغيوه ديالو. الا بغيتي تستغليه بالحليب او بالماء على شكل قهوه كحله، كيجي حتى هو رائع بمكونات بسيطه. فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، كنحتاج هنايا كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب، وكاس لاروب ديال سنيده. عندي ثلاثه ديال البيضات بطبيعه الحال بحراره الغرفه، وعندي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق مع جوج خمارات مع ساشي ديال الفاني. كيف كتشوفوا المقادير بساطين متوفرين في جميع البيوت. دابا غادي ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ هاد ثلاثه البيضات، غادي نضيف ليها هاد كاس لاروب ديال السنيده وصاشيه ديال الفاني وقبصه ديال الملح، وغادي نطربهم مزيان حتى يذوب الخليط. ضروري هاد العمليه باش الكيك او الكوب كيك او اي حاجه تصدق معاكم. دائما البيض يكون بحراره المطبخ ونطربوه مع السكر حتى يبيض لنا الخليط. انتما شفتوا حتى بيض ليا الخليط وضاعف الحجم ديالو، والسكر داب ما بقاش نهائيا. هادو من الاسرار باش ينجح لكم الكيك. والسر الاخر بالنسبه للزيت، غنضيفو خويط بحال اللي كنصايبو المايونيز، ما نزيدوش دفعه واحده في اي نوع من الكيك مع التستراب. هانتوما شوفوا القوام ديالها كيفاش كيولي. صدقوني الا تبعتوا هاد المراحل كيف ما كان النوع ديال الكيك غيصدق معكم 100%. بالنسبه اللي كيجي الكيك مدقص او الكيك كينزل ليها في الفران، تبع معايا هاد المراحل وغادي ينجح ليها الكيك. دابا غادي ندوزو باش نديرو الحليب. عندنا كاس ونص ديال الحليب، حتى هاد الحليب غنطربو. ماشي ضروري تطرب، راه ممكن غير تطرب اليدوي ونديرو بحال هاد العمليه هادي. دابا انا ضمنت ان هذا السائل ديالي مطرب 100% وناجح. دابا غادي ندوز باش نضيف له الدقيق مع الخميره. نستغناو دابا على الطراب وغنجيبو الفوي هو باش غادي نكملو. غادي ندير هاد جوج خمارات هما دولين. طبيعة الحال دائما الطحين والخمارات يتغربلو، ونضيف الدقيق. هنايا عندي جوج كيسان ديال الدقيق، ما غنديرهمش دفعه واحده حتى نشوف. صافي دابا غادي نكمل غير بالفوي. هذا الخليط ما كيجي شويه سائل، ما كيجيش بحال الخليط ديال الكيك، باش لي كوب كيك كيجيونا مهويين. المهم
انا هزات لي هنايا جوج كيسان ديال الدقيق. ديما كيبقى الدقيق على حساب النوعيه ديال الدقيق. الا كان الدقيق ممتاز راه جوج كيسان. واخا كيبان لكم الخليط خفيف غتخليه خفيف ما تخافوش منه. انتما شفتوا راه خفيفه. طبعا غنحيد الفوي وغنستعمل واحد السباتي باش نجمع الجنيبات هكذا. صافي ها هو دابا الخليط واجد معايا. انتما شوف القوام ديالو كيفاش كيجي. راه كيجي مرخوف باش لي كوبكيك كيجيو خفافين وكيجيو مهويين ما كيجيوش ثقالين. بالنسبه اللي بغى هذا يجي بمذاق الشوكولا ممكن يزيد هنا واحد المعلقه ديال الكاكاو غيتبدل لهم اللون ديالهم والمذاق ديالهم. اللي بغى يخليهم هكا يخليهم. انا هنايا دابا غنزيد لهم واحد شويه ديال حبيبات الشوكولا ديال الكوكيز غير واحد شويه هكا من الوسط. هادشي اللي بقى نخليه للتزيين. نحاول ندخلوا فيه هذا الشوكولا في الوسط كيجي فيه زبيون. صافي انا خديت هنايا المول ديال الكوبكيك لبستو هاد الكوغطات ديال الكوبكيك. صافي وغنصب فيه الخليط. ما نعمروش حتى الفوق دائما يبقى واحد الربع هكا فاش غيطلع لحقاش راه فيه الخميره هكا. بارك ما نعمروش حتى الفوق. المهم انا دابا غنستمر حتى نعمرهم كاملين ونوريكم في الاخر. صافي هما كملت التعمار ديالهم عطاوني 24 حبه. هانتوما شفتو ما كنعمروش حتى الفوق كنخلي واحد شويه فيه يطلع. بالنسبه للزين انا غنزين بحبيبات الشوكولا وغنزين بلوز ايفيلي وبعد ما غنزينوش حتى غيطيبو عاد غنزينهم. والتزيين كيبقى حسب الاختيار. بالنسبه للوليدات راه كيبغيو الشوكولاط ملي كنزينو لهم حبابات كوكيز راه كيعجبهم وكياكلوهم. هنا غندير بلوز ايفيلي انا كيعجبوني بلوز ايفيلي كيجيو مقرملين زوينين. كيتحمر داك اللوز ايفيلي فوق منهم كيعطي واحد المذاق زويون. بالنسبه للوليدات راه كنديرو لهم حبابات الشوكولا. وهادو اللي بقاو حتى غيطيبو عاد غادي نزينهم. بالنسبه للفران فران طبيعه الحال الفران راه بارد بحال شكل الطياب ديال الكيك. غندخلهم فران بارد درجه الحراره 160 حتى يطيبو ويتنفخو ونحيدهم ونوريكم كيفاش جاو. واحد القضيه الناس بغيت نقولها لكم بالنسبه اللي عندها الفران صغير ما يمكنش ليها تخشي الطاوه بجوج راه تخشي الطاوه كطيب والطاوه الاخرى كتسنى راه ما كيوقع له حتى شي حاجه. انا من قبل فاش كانت عندي غير طاوه وحده قبل ما نزيد الطاوه الثانيه كنت كنعمر هاد الطاوه هادي وكندخلهم يطيبوا وكنخرجهم كنحيدو مع عاد كنخوي الخليط الاخر ما كتجرى له حتى شي حاجه بصفه نهائيه. يعني كيبقى طيبي بالنص بالنص ماشي مشكل. بالنسبه اللي عندها الفران كبير وعندها جوج طاوات راه كتخشيهم يطيبوا دفعه واحده. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم انا نديو دابا الفران باش يطيبوا وغندوزو ان شاء الله باش نصايبوا الكابوتشينو. بالنسبه للكابوتشينو فيه ثلاثه ديال العناصر كنحتاجو: كاس ديال القهوه سريعه الذوبان اي نوع ديال القهوه كتفضلوا. عندي كاس ديال الماء وعندي كاس ديال سنيده طبيعه الحال ما بارد من روبيني. كاس قهوه سريعه الذوبان كاس ديال الماء كاس ديال سنيده. الخدمه ديالو سهله كناخذ واحد الاناء كنديروا فيه كاس ديال الماء كاس ديال القهوه سريعه الذوبان وكاس ديال سنيده وغادي نبقاو نضربو حتى يولي على شكل كريمه. كيحتاج تضرب مزيان يعني غنضربو مزيان تيولي على شكل كريمه. Thank you.
هانتوما شفتوا حصلنا عليه على شكل كريمه. هذا هو كابوتشينو. غنوريكم القوام ديالو هانتوما على شكل كريمه. هانتوما واخا كنبغي انا نطيحو ما بغاش يطيح. هانتوما شفتوا دابا هذا شنو كنديروا ليه؟ هذا كناخذوا واحد البواطه محكمه الغلق كنخويوه فيها وكنحطوه في المجمد. وقت ما بغينا نصايبو قهوه كحله او قهوه او كابوتشينو بالحليب كنجبدوا معلقه منه من المجمد وكنخويو عليه الحليب سخون. انا دابا غادي نديرو في البواطه ديال هذا. كناخذوا بواطه هكا محكمه الغلق باش ما تشمش ليا الريحه في المجمد وغادي نفرغوا فيها بحال هكا هانتوما على شكل كريمه. كيبقى مده طويله في المجمد ما كيجرى له حتى شي حاجه. فيما كتبغي تصايبي كابوتشينو او قهوه كحله كتلقايه واجد، ما عليك الا تدفي الماء، تسخني الماء اولا تسخني الحليب وها هو واجد معاك وكيعطي كميه كبيره. وممكن تستعملوه في تنسمو به الحلويات، ممكن تنسمو به الكريم، ممكن تنسمو به الكيك. عنده بزاف ديال الاستعمالات من غير اننا ناخذو غير كابوتشينو او قهوه كحله. المهم دابا انا غنتسنى على هذا على لي كوب كيك حتى يطيبو وغادي نسخن الحليب وغنوريكم كيفاش كنستعمل هذا الكابوتشينو. صافي ها هما بعد ما طابو خرجتو من الفران خدوه معايا قل من نص ساعه حيت صغار دغيا كيطيبو. ها هما ديال الايفيلي كيفاش جاو، وهادو ديال حبيبات الشوكولا، وبالنسبه لهادو اللي خاويين هما اللي غادي نزوق دابا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الشوكولاط غادي ندهنهم من الفوق هكا عشوائيا، غادي نحط لهم الشوكولاط هكا من الفوق وندهنو. غادي ندهنهم كاملين. البيدات ملي كيجيو فيهم الشوكولاط هكا عاد كيزيدو يحبوهم اكثر. المهم انا دابا غادي ندهنهم كاملين وعاد غادي نزوقهم حدهم باقيين سخانين باش تسيح عليهم الشوكولاط. صافي بعد ما كملت الدهين بالشوكولاط غادي ناخد حبيبات ديال الفيرميسيل في الابيض وغادي نديرو عليهم الفوق بحال هكذا حتى كنكملوهم كاملين. حتى هادو كيجي المنظر ديالهم زويون. شفتو كيفاش كيجي الشكل ديالهم؟ فبالتالي كنحصلوا على ثلاثه ديال الاشكال ديال لي كوب كيك. المهم دابا انا نديرهم في الصحن ديال التقديم باش نقدمهم مع الكابوتشينو ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكابوتشينو بعد ما كملتو. هادو هنا الفوق هادو اللي درت ليهم الشكلاطو الفيرميسيل في الابيض، وهادو اللي درت ليهم حبيبات الشوكولاته الكوكيز، وهادو اللي درت ليهم الايفيلي. كيجيونا ثلاثه الانواع ديال لي كوب كيك. دابا غادي ندوز باش نصايب الكابوتشينو. انا خديت الكيسان هنا اللي غندير فيهم، غندير معلقه صغيره عامره كل كاس. غنوريكم كيفاش غنصايبو قهوه كحله وكيفاش غنصايبو الكابوتشينو بالحليب. اللي بغى يكثر ممكن يكثر اكثر من معلقه. غديرو في الاول وغذوقو وديك الساعه تشدو العبار ديالكم. اللي بغى قاصحه ممكن يكثر واللي بغى خفيفه ممكن يدير غير معلقه صغيره. بالنسبه للقهوه كحله انا درت هنايا الماء حتى طاب وغادي نخوي عليها. على هذا الشكل هذا. وهادو انا كنسخن دابا الحليب باش غادي نديرهم بالحليب. ها نتوما ديال القهوه كحله شوفوا كي كتخرج باقا غتزيد تكحل شويه. انا غنسخن الحليب باش نكبوه في الاخرين. على ما يسخن لي الحليب غادي نوريكم لي كوب كيك كيفاش جاوا. ها نتوما شتي كيفاش كيجيو مهويين اسفنجيين. غنحاول نحلها هكا من الداخل. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجيو من الداخل. ها نتوما
يجيو مهوين خفافين بحال لي كوبكيك ديال الزنقه، حيت العجينه ديالهم كتبقى سائله ما كتجيش عاقده، كتبقى سائله كيجيو هكا مهوين بحال لي كوبكيك ديال الزنقه. غير جربوهم راه كيجيو فنين. ها هو دابا سخن ليا الحليب، غادي نخويه في هادو. نخلطو شويه، اللي بغى الرغيوه الفوق يخليها بلا ما يخلط، انا نخلط غير شويه. شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي رائع كريمي بحال الكابوتشينو اللي كتشربوه في الزرقاء. بالنسبه للقهوه كحله ها هي كتجي حتى هي رائعه بالرغيوه ديالها. صافي، هادو هما الاشكال النهائيه ديال الاطباق ديال لي كوب كيك وديال الكابوتشينو. هانتوما شتو كي كيجيو على ثلاثه ديال الشكيلات، كيعجبوا الوليدات الصراحه، كيجيو زوينين. وهذا الكابوتشينو اللي كيجي رائع بالرغيوه ديالو، اللي بغى قهوه كحله ها هي، واللي بغى كابوتشينو بالحليب ها هو. كنتمنى البنات انكم تجربوا هاد لي كوب كيك، لانه فعلا كيجي رائع، وتجربوا مع هاد الكابوتشينو كفكره لغوتي للوليدات، وتردوا عليا ان شاء الله. وما تنساوش كما العاده الا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، تابوناو في القناه باش دائما يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.